نشرة منتصف الليل الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية سنة 19 و2000 لما تحمل من استحقاقات انتخابية والتزامات دولية، ورئيس الحكومة يطلع على جاهزية القوات الأمنية. مع حلول 19 و2000 ارتفاع ملحوظ لنسبة الحجوزات داخل الوحدات الفندقية، وإقبال هام للتونسيين والأجانب على الأقطاب السياحية بالبلاد. هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد نجاح الهيئة في مسار العدالة الانتقالية، وتعلن استرجاع ما يقارب 750 ألف دينار لفائدة خزينة الدولة. أهلا بكم من جديد. نستقبل عاما جديدا آملين في أن يعود عليكم وعلى تونس بالخير واليمن والرفاه. وبهذه المناسبة يسعد مؤسسة التلفزة التونسية أن تتقدم بأجمل التهاني وأصدق الأمنيات إلى كافة أفراد الشعب التونسي في الداخل والخارج، وكل عام وأنتم بخير. في إطار متابعة الجهود الأمنية لتأمين الاحتفالات بالسنة الإدارية الجديدة، توجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مقر وزارة الداخلية، حيث اطلع على جاهزية الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب، كما اطلع من قاعة العمليات المركزية على جاهزية الوحدات الأمنية والاستعدادات لتأمين عطلة رأس السنة الإدارية وحركة السير على الطرقات والمناطق والمنشآت السياحية. وفي كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي، أكد رئيس الجمهورية أهمية الاستحقاقات التي تحملها سنة 19 و2000، ومن بينها الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كل من يحب يترشح يترشح، هذه خاصية متاع تونس، مش في العالم أجمع يقولوا هذه ديمقراطية حقيقية. إن شاء الله هذا حقوه، وإن شاء الله تونس الكل تم صفوفها باش نواجهه التحدي هذا الأساسي اللي هو الانتخابات، يعني في أحسن الظروف، واللي باش ينتجوا الصندوق هو اللي نحن نقبلوه ونفرحوا به، والرئيس هو رئيس الجميع، وكذلك أيضا أعضاء مجلس نواب الشعب، هذوك معناها نوابنا الكل. ثانيا، في عام 2019 ثم يعني تحديات أخرى، لأن عندنا التزامات دولية. تونس باش تحتضن القمة العربية القادمة، وهذا ثم إجماع كل الدول العربية، يعني في قمة الدمام اللي رأستها العربية السعودية ورأسها يعني خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، يعني طلبوا من تونس باش هي تحتضن القمة هذه، وهذا شرف لتونس وكذلك أيضا لكل التونسيين، لأن مش رئيس الجمهورية والحكومة والسلطة هم اللي باش ينظموا يعني القمة هذه، بل كل التوانسة الكل يلزم يكونوا ملتزمين ويجتهدوا باش القمة هذه تولي يعني قمة ناجحة. تشهد مدينة الحمامات تعزيزات مكثفة من وحدات الأمن والحرس الوطنيين لما تعرفه الجهة من إقبال كبير في مثل هذه المناسبات. كثافة مرورية شديدة بمداخل ياسمين الحمامات للاحتفال بليلة رأس السنة الإدارية الجديدة، ازدحام واكتظاظ كان السائقون فيه على موعد مع حملة تحسيسية توعوية في شراكة بين الأمنيين وممثلي المجتمع المدني. حبينا زاد كيف نكونوا زاد موجودين على مدخل ياسمين الحمامات، بطبيعه الحال هو الكثافه اللي تشهدها المنطقه هذه من حيث وتواجد السواح وخصوصا السواح الجزائريين، وكذلك زاد السواح معناها من اغلب الجنسيات الاخرى، وزاد كيف مستعملي الطريق بصفه عامه. نعرفوا اللي في مثل المناسبات هذه طرقاتنا معناتها تضم برشا معناها كحركه جولان كثيفه، واليوم احنا قاعدين نقدموا في نصائح ونفرقوا في مطويات، الهدف منها هو توجيه السائق المبادئ السلامه المروريه. رالي عليسة اللي كنت نشوفه تو في اللي بيلوت متعديين، الرالي هذا اللي اكثر انسان منظم في السياقه هو اللي يربح. العمليه صاحبها توزيع مطويات ورفع لوحات تحسيسيه
صبت كلها في خانة حث المواطنين والزوار للالتزام بقواعد السلامة المرورية. حاجة باهية برشا و تعبر على الوعي متاع العباد على خاطر سورتو التليفون يتسبب في برشا حوادث طرقات. هو ذاك اللي يسوق بالنار وبالغش ماذا به يصير على ضروات المسألة اللي هو وللشعب ماذا بنا مات واحد رانا ضميرتي انا كل. مناسبة راس العام تكون يعني خير وبالنسبة للأمن نراه فيه واقف فريمون وإن شاء الله يكون كان خير يعني إن شاء الله عام مبروك للناس كل. سابقة عرفتها هذه الحملة لتكون جائزة رالي عليسة للسيدات للأكثر التزاما بقواعد السلامة المرورية، وما تزال الوفود تتدفق على مدينة ياسمين الحمامات بأمل سنة إدارية موفقة دون حوادث. نبقى في الشأن الأمني، حيث تنفذ القوات المسلحة عمليات تمشيط جوية وبرية بمرتفعات جبال القصرين تهدف إلى تعقب العناصر الإرهابية والتوقي من المخاطر المحتملة. هنا بمرتفعات القصرين حركة دؤوبة وعمليات متواصلة ينفذها عناصر قواتنا المسلحة البواسل لتعقب أوكار العناصر الإرهابية بجبال المنطقة، مستهدفة المواقع التي يتحصنون بها والمنافذ التي يتسللون عبرها إلى سفوح الجبال. مكننا خلال سنة 2018 من القضاء على العنصر الإرهابي الخطير اللي يعتبر عنصر قيادي في جند الخلافة وهو مرهان البلعابي، كذلك تم القضاء على العنصر الإرهابي يحيى العرقوبي في نفس السنة، وكيف كيف تم القضاء في المدة الأخيرة على الإرهابي حمدي الطرابلسي. بالوسائل اللي تحصلنا عليها تمكننا من كشف وإبطال مفعول العديد من الألغام بمختلف الجبال في القصرين. عمليات تمشيط جوية وبرية تنفذها القوات المسلحة في إطار استباقي وفي كنف اليقظة والتفاني في الذود عن الوطن وأمنه وسلامة ترابه. قامت قوة مهاراتنا العسكرية بكامل جبال القصرين بالضغط ومحاصرة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليهم. كنا نشوفه مع بعضنا في عملية إنزال لوحدات عسكرية بعمق جبل الشعامبي للقيام بمهمة خاصة داخل الجبل. عملنا استطلاع جوي على كامل جبل الشعامبي. عمليات استباقية تحول دون تنفيذ المخططات الإرهابية الغادرة وتضيق الخناق على العناصر المتطرفة وتقطع المنافذ أمامها، وتتواصل الطلعات الجوية وعمليات التمشيط البرية المكثفة التي يقودها رجال بواسل ضمن دوريات متواترة ضمن جهد لا ينثني وعزيمة لا تفل. نصائح مرورية وتوصيات للاحتفال بسنة إدارية جديدة دون حوادث كان الهدف الرئيس من اليوم التوعوي الذي نظمته الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالتعاون مع النقابة العامة للحرس الوطني والكشافة التونسية، حملة تفاعل معها المواطنون إيجابيا وخصوصا مستعملي الطريق. حركية كبيرة على الطرقات بمختلف ولايات الجمهورية احتفالا بالسنة الإدارية الجديدة يأمل خلالها مستعمل الطريق أن تمر دون حوادث. سيرتو في الليل في الكرمة ماذا بك تمشي واحدة واحدة وتسيس روحك، عندك ديجا أنت باش تخرج أون فامي، معناتها الكابيتال نتاعك راك في الكرم، كان أنت ما تتخممش على روحك وتستحفظ على روحك وتخمم عليهم. هي مرهونة في حاجة برك اللي كونه الإنسان يحترم قواعد الطرقات. وينقص من السرعه حاجه باهيه كمعنى سيكوريتي هذه حتى مع التفتيش اي حاجه باهيه اللي نحن ولولادنا هدف يشترك معهم في تحقيقه كل من الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والنقابة العامة للحرس الوطني والكشافة التونسية بتنظيم يوم توعوي بمحطة الاستخلاص منزل جميل بالطريق السيارة تونس بنزرت. هذه ميساج نوصلوها اللي كونوا نحن رو في المهمات هذه رانا ديما متجندين ليل ونهار باش نحافظوا على الأرواح البشرية. إن شاء الله نلقوا معاونة كبيرة ياسر مع المواطن. اليوم يوم معناتها مناسب للجمعية على كامل تراب الجمهورية تنظم معناتها حملة تحسيسية للحد من السرعة واستعمال هاتف الجوال اللي هما يمثلوا تو أكثر نسبة حوادث فيهم أساسا.
الحملة التوعوية شملت أيضا مفترق العزيب بالطريق الوطني رقم 8 بنزرت تونس ومفترق الطريق الوطني بنزرت مطر. تم خلالها توزيع مطويات تتضمن نصائح وتوصيات مرورية. واستعدادا لعطلة رأس السنة الإدارية تعيش النزل السياحي حركية استثنائية وكبيرة محققة حسب أهل القطاع مؤشرات سياحية جيدة. أجواء خاصة تشهدها النزول في عدد من ولايات الجمهورية التي تمثل قبلة بارزة للسياح في ظل جهود مختلف الوحدات الأمنية لتوفير ظروف إقامة طيبة لكل الوافدين من تأمين النزول والطرقات العامة والمؤسسات. فاستعدادا لعطلة رأس السنة الإدارية التي وقع الإعداد لها ببرامج وخدمات متنوعة، تعيش النزول السياحية في كل من سوسة والمنستير حركية كبيرة لتصل مؤشرات الإيواء والليالي المقضات إلى أعلى مستوياتها مسجلة عودة قوية للأسواق التقليدية وانتعاشة للأسواق الجديدة. سنة 2018 اللي كانت في عدتها سنة من جانب السياحي سنة متميزة جدا بولاية سوسة، اللي إن شاء الله باش نكملوا السنة هذه بزيادة تقدر ب 22% على مستوى الوافدين وب 20% على مستوى عدد الليالي المفضلات. المنستير عرفت قدوم عديد السياح، نجم نقولوا السياح أجانب والزادة السياحة الداخلية والجزائرية والأشقاء الجزائريين. واستعدادا للاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة سجلنا نسبة إيواء تقدر بحوالي 100% من جنسيات مختلفة، وأهمها السوق الداخلية والمغاربية والأسواق التقليدية. المؤسسات السياحية تم تأمينها، الشطوط كذلك معنا وقع التأمين متاعها. بالنسبة باش نقوموا بتأمين كل الناس اللي معناها خيرت باش تعدي السنة الإدارية هذه خارج المنازل متاعها. ولا تختلف الأجواء كثيرا في عدد من هذه الفضاءات في مثل هذه الفترة من السنة الإدارية الحالية في ولاية المهدية التي سجلت خلال السنة الجارية توافد 245 ألف سائح ومليون و500 ليلة مقضات، أي بنسبة ارتفاع قدرت ب 7% مقارنة بالسنة الفارطة. قمنا كالعادة والنزل متاعنا متخصص في تحضير حفلات متاع آخر سنة، الحجوزات ما يقارب 100% وفي النزل ما يقارب 70%. بالنسبة لشهر ديسمبر أيضا حقت الجهة ارتفاع في عدد ليالي الموافدين، عدد الوافدين بنسبة 20% مقارنة بسنة 2017. كل عام عنا نسبة متاع 40% من الريفونون يجيو هنا باش يعديو راس العام. عنا بزير حضرنا رواحنا على الحرفاء كل نشوفوا فيهم فرحانين. جئت إلى تونس لأنها بلد جميل والناس هنا طيبون ولديهم حسن الضيافة. سأدعو أصدقائي لزيارة تونس الرائعة. في جربة التي تمثل وجهة مفضلة لعدد السياح من جنسيات مختلفة تعيش الفنادق فيها ساعات قبل استقبال العام الجديد أجواء خاصة ساهم فيها السياح الذين يبلغ عددهم 12 ألف سائح، مسجلين بذلك مؤشرات إيجابية للموسم القادم. الوجهة السياحية جربة جرجيس حركية سياحية نشيطة جدا بنسبة امتلاء تتراوح بين 45% و50%. التحذيرات كانت قمنا بها من شهر التالي، اليوم وصلنا للساعة صفر، نقولوا إن شاء الله عامنا مبروك وعاد تونس الكل. كتير منيح، أنا بحبها كتير للجربة والشعب اللي فيها نحبهم كتير. برشا بلايس في البرة ومشيت البرشا بلايس، أما ديما تقعد تونس برونقها. إقبال على الفضاءات السياحية بات من خيارات العديد من السياح التونسيين والأجانب على أمل أن تشهد السياحة التونسية انتعاشة أكبر خلال السنوات القادمة. اعتبر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة أن في تسليم التقرير الختامي لأعماله إلى رئيس الجمهورية تأكيد على نجاح الهيئة في مسار العدالة الانتقالية، وأعلنت تمكنها من استرجاع ما يفوق 745 ألف دينار لفائدة خزينة الدولة وإحالة عدد من الملفات على القضاء. بعدما سلم مجلس هيئة الحقيقة والكرامة التقرير الختامي للهيئة لرئاسة الجمهورية ولم يتسنى له تقديم نسخ منه إلى كل من رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، تعبر الهيئة عن رضاها على أدائها في مسار العدالة الانتقالية، فيما تترك مسؤولية حفظ باقي الملفات وأرشيف ضحايا الانتهاكات بيد رئيس الحكومة.
مسؤولية رئيس الحكومة أن يحمي ذاكرة الضحايا، أن يحمي أسرار الضحايا، أن يحمي شهادات الضحايا وما يخليهمش عرضة للانتهاكات جديدة وتكون مصدر انتهاكات جديدة. كما توصلت الهيئة في ختام أعمالها إلى إحالة 72 لائحة وأكثر من 80 قرار إحالة على القضاء، وتمكنت عبر آلية التحكيم والمصالحة من استرجاع ما يفوق 745 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة، رغم محاولات البعض التشويش عليها. والكلام لعضو مجلس الهيئة خالد الكريشي. بفضل هذه الآلية تمكننا من استرجاع ما فشل فيه غيرنا من مؤسسات مشابهة صرفت عليها أموال طائلة لم تسترجع إلا النظر القليل. فعلى من يتحدث بأن الهيئة فشلت ومسار العدالة الانتقالية فشل أن يراجع حساباته جيدا ويتيقن ويقرأ جيدا الأرقام التي قدمناها في التقرير. وفي انتظار اطلاع الرأي العام على محتوى التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، يؤكد مجلس الهيئة على أن من بين أهم التوصيات ذاك التقرير هي تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على قاعدة كشف الحقيقة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا، ويعلن عن انصرافه لأعمال التصفية في علاقة بإحالة أرشيف الهيئة واستكمال النظر في قرارات جبر الضرر. تنقضي سنة 18 و2000 وتترك وراءها زخما من الأحداث العالمية تفاقمت فيها أزمات سياسية واندلعت أخرى، بينما شهدت بعض النزاعات انفراجا مفتوحا على عدة احتمالات. أبرز ما تنفيذا لقراره نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 مايو السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ثم تبع ذلك بقرارات مشحفة بحق الفلسطينيين لم يسبق أن تعرضت إليها القضية الفلسطينية، على غرار قرار قطع الإمدادات المالية الأمريكية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ميدانيا أطلق الفلسطينيون مسيرات العودة منذ 30 مارس تمسكا بحق العودة ودعوة لرفع الحصار على القطاع، مسيرات سلمية ومع ذلك سقط خلالها عشرات الشهداء والمئات من الجرحى برصاص قوات الاحتلال. مؤتمران دوليان بحث خلال هذه السنة الأزمة الليبية، مؤتمر باريس ومؤتمر باليرمو الذي أكد على دعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لتأجيل الانتخابات إلى الربيع المقبل وعقد مؤتمر وطني جامع في ليبيا العام القادم. تحركات دبلوماسية حثيثة كانت لتونس بالداخل والخارج مساهمة هامة فيها، غير أن تلك التحركات لم تحجب تواصل أعمال العنف. تراجع ملحوظ لنفوذ المعارضة المسلحة أمام تقدم الجيش السوري واستعادته عديد المناطق وفرض نفوذه بالكامل جنوبا. ومن أبرز تطورات الملف أيضا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه سحب قواته من سوريا والاتفاق مع تركيا على التكفل بالقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي هناك. سنة عصيبة على اليمنيين شهدوا خلالها أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث حسب تقديرات أممية نتيجة النزاع الدائري هناك، غير أن نهاية العام حملت معها انفراج سياسيا باتفاق طرفي النزاع ضمن مفاوضات سلام برعاية أممية في السويد على وقف إطلاق النار في الحديدة وخروج المسلحين من مينائها الحيوي. هدنة هشة استدعت إرسال بعثة دولية إلى المدينة لمراقبة تنفيذ الاتفاق. الثاني من أكتوبر حديثة اغتيال تهز الرأي العام الدولي بمقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا. الاتهامات طالت قيادات سعودية بمن فيها ولي العهد محمد بن سلمان، اتهامات نفتها الرياض. وبعد روايات متناقضة السلطات السعودية تقر بمقتل الخاشقجي وتوجه تهما إلى 11 موقوفا. ملابسة الحادثة لم تتوضح نهائيا ولم يعثر بعد على جثة القتيل. حالة احتقان يعيش على وقعها السودانيون احتجاجا على غلاء المعيشة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. الأمم المتحدة تدخل على الخط وتدعو السلطات السودانية إلى التحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين. رفع الضريبة على وقود السيارات في فرنسا أشعل غضب حركة السترات الصفراء، وبشكل سريع ومفاجئ اتسعت دائرة الاحتجاجات في البلاد ضد السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتخلق حالة من الفوضى تبعتها أعمال تخريبية وخسائر في الأرواح. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يضطر إلى التراجع عن رفع الضريبة ثم إلى إقرار إجراءات أخرى كالزيادة في الأجور دون التوصل إلى تهدئة. رئيسة الوزراء تيريزا ماي تنجو من تصويت داخلي لحجب الثقة جراء اتفاق بريكسيت الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي في 25 نوفمبر لخروج بريطانيا من التكتل في مارس القادم، اتفاق يواجه رفضا منتظرا من البرلمان قد يفضي إلى إجراء استفتاء ثاني حول البريكسيت.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، ويفرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، موقف واجه معارضة من الاتحاد الأوروبي الذي أكد تمسكه بالاتفاق. لقاء تاريخي لأول رئيس أمريكي مع زعيم كوري شمالي. الخصمان دونالد ترامب وكيم يونغ أون يجتمعان في قمة سنغافورة ويوقعان اتفاقا لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. في 19 ديسمبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بغالبية كبيرة الميثاق العالمي للهجرة بعدما أقرته 165 دولة في المغرب. الميثاق يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية. وقبل أن أنهي هذا الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، أذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية سنة 19 و2000 لما تحمله من استحقاقات انتخابية والتزامات دولية، ورئيس الحكومة يطلع على جاهزية القوات الأمنية. مع حلول 19 و2000 ارتفاع ملحوظ لنسبة الحجوزات داخل الوحدات الفندقية، وإقبال هام للتونسيين والأجانب على الأقطاب السياحية بالبلاد. هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد نجاح الهيئة في مسار العدالة الانتقالية، وتعلن استرجاع ما يقارب 750 ألف دينار لفائدة خزينة الدولة. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. كل عام وأنتم بألف خير. تصبحون على خير.